مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة نناقش فيها. مع تسارع التطورات في إفريقيا، هل تتحول القارة السمراء إلى ساحة جديدة لحرب الطاقة؟ والصراع على اليورانيوم يدخل مرحلة جديدة، تفوق روسي وارتباك غربي. الحل المثالي لأزمة الطاقة في أوروبا والخيار البديل للشركات والإمدادات الروسية. هذا الدور الفريد للقارة الإفريقية الذي يرى فيه البعض سبباً رئيسياً لصراع القوى العظمى الذي بات يظهر للعلن في أرجاء عدة من القارة السمراء. تشكل إفريقيا في الوقت الراهن نحو 13% من احتياطيات الغاز العالمية، وما يصل إلى 7% من احتياطيات النفط. خلال سنوات فقط من المتوقع أن تضيف مشاريع الغاز الجديدة في إفريقيا نحو 120 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بحلول العام 2030. هذه الكمية تكفي لتعويض أوروبا بالكامل عن الغاز الروسي. الأمر لا يقتصر على الغاز الطبيعي، فاهتمام الشركات الغربية بالنفط الإفريقي ازداد وبشكل ملحوظ. شركة مثل توتال إنرجيز الفرنسية خصصت نحو نصف ميزانيتها للاستكشافات العالمية هذا العام في نامبيا فقط، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 11 مليار برميل من النفط. في المقابل تشهد القارة أيضا نشاط لشركات الطاقة الروسية. تقديرات لS&P Global تشير إلى أن شركات الطاقة الروسية باتت تسيطر على ما يقارب 1.8 مليار برميل نفط مكافئ من احتياطيات الطاقة في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، ترى المؤسسة أن موسكو وجدت في القارة السمراء سوق بديل للمنتجات النفطية، حيث ارتفعت صادرات روسيا إلى إفريقيا بنحو 14 ضعفاً، هذا منذ بدء الحرب الأوكرانية. القارة أيضا باتت موضع اهتمام فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين واليورانيوم المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية. القرن الحالي هو قرن إفريقيا، هكذا وصف البعض الفرصة التي تنتظر القارة السمراء. لكن السؤال الأهم يبقى، هل ستكون هذه الفرصة نعمة أم نقمة؟ سنناقش الموضوع بتفصيل أكبر. ينضم إلي الآن من فرانكفورت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال إنرجي الدكتورة كارول نخلي. مرحبا بك دكتورة كارول. ومن جوهانسبرغ الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية NJ أيوك. ومن موسكو نائب رئيس الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة أليكسي غريفاتش. مرحبا بكم جميعا وشكرا لحضوركم معنا. أنا أبدأ معك دكتورة كارول، بما أنهيت عليه العرض السابق، الموارد الطبيعية في إفريقيا لعنة أم نعمة؟ لبنى، للأسف أنا ما بحب أقول عن موارد طبيعية إنه هي لعنة، ولكن في كتير بلدان بإفريقيا بتمثل اللعنة ومش البركة اللي بتجيبها الموارد الطبيعية. إحنا لما نطلع على المشاكل اللي بتخلق الموارد الطبيعية خاصة بالبلدان اللي عم تنام يلي ما عندها المؤسسات القوية، منلاقي إنه لما يصير في تطور لهيدي الموارد الطبيعية
خاصه بلدان بافريقيا عم بتزيد المشاكل الاقتصاديه، يعني النمو الاقتصادي بيكون اقل ما كان مثلا بلد ما كان عنده موارد طبيعيه، المشاكل السياسيه، العنف، الفساد، يعني كله بيتضخم. وفي اعطيك لسه طويله عريضه عن البلدان بافريقيا اللي عانت وبعدها عم بتعاني من لعنه الموارد الطبيعيه. ونحن بنطلع على المؤسسات، فلما تتزبط المؤسسات تبنى مؤسسات ذات هيكليه سليمه وثابته بوجه تغيرات الكونديشنز، بنقول انه رح تصير في بركه للسوق الافريقي. سيد انجي، اذهب اليك بهذا السؤال. اليوم ما يحدث، هناك البعض يربطه بشكل مباشر بصراع فعلي قد يكون خفي نوعا ما على الموارد في القارة. دكتور كارول قالت بأنه لطالما ارتبط اسم أفريقيا بلعنة الموارد الطبيعية، هل هي من يأتي بهذا الصراع إلى أفريقيا بالفعل؟ شكرا جزيلا على استضافتي. دكتورة كارول محقة، يمكن أن يكون أداؤنا أحسن في التعامل مع الموارد الطبيعية، لكن ليس هذا هو الذي يجلب اللعنة فقط إلى إفريقيا، وإنما الموارد البشرية هي التي لم تقم بما يكفي في المؤسسات وجعل الناس هم مركز الأهمية. ودعونا أن ننظر إلى الأمر من منظور مختلفة. رأينا دولا حولت نفسها وحققت اكتفاء ذاتيا في الموارد الطبيعية، ولذلك نود أن نحدث التغيير المنشود. عندما يكون هناك غاز طبيعي يمكن أن يفيد إفريقيا فيجب فعل ذلك، لكن لا ننسى أن هذه الموارد الطبيعية ليست كلها هي سبب المشكلة، وإنما هناك دول بعثت الشركات النفطية والغازية إلى دول إفريقيا، وهذه الشركات لم تقم بما يلزم. علينا تغيير هذا. وهذا السؤال الذي سأسأله لضيفي من موسكو. اليوم روسيا هي قد نستطيع أن نقول بأنه عنصر متحرك قوي جدا في إفريقيا. تحدثنا عن أرقام تسيطر عليها روسيا اليوم، 1,800,000,000 برميل نفط مكافئ. ما هو الدور الذي تتطلع روسيا لأن تقوم به في إفريقيا؟ وهل سيكون هذا الدور مختلف عن ما قام به الغرب عن طريق شركاته؟ نعم، شكرا على هذه الدعوة. أعتقد أننا نعود إلى السياسة النشطة في السياسة الخارجية، وخصوصا في مجال الطاقة مع الشركاء الأفارقة. ونحن بطبيعة الحال لم نكن نشيطين في العقد الماضي مع إفريقيا، لكن الأمر تزايد. وإذا قارنا ما كان يحدث في إفريقيا من لدن الغرب وبعض الدول الأخرى مثل دول أوروبية، ونقارنه بما فعلته روسيا، يمكن أن نقول إن غازبروم نشطت في إفريقيا وفي دول كالجزائر ودول أخرى في إفريقيا، لكن كان هناك بعض المشكلات الأمنية والخاصة بالنمو الاقتصادي. مع هذا نعتقد أن هناك إمكانات ضخمة للثروات الطبيعية واستغلالها بشكل الأمثل في إفريقيا، وهناك طلب كبير عليها من قبل المستهلكين، وهذا يزيد من حيث زخمه. ونعرف أن هناك فقرا في الطاقة في عدد من الدول التي تعد غنية بالموارد الطبيعية، والخبرة الروسية يمكنها أن تفيد في هذا الصدد، لأن روسيا تعتبر أكثر إنصافا في المقاربات التي تنهجها، وخصوصا بالنسبة للشركاء الأفارقة، لأنه كما رأينا في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ قبل بضعة أسابيع كان التنصيص على هذا الأمر. أذهب إلى ضيفي من جديد أن جي. السؤال هنا، ضيفنا من موسكو قال بأن المقاربة الروسية لإفريقيا هي أكثر
أكثر إنصافاً من المقاربة الغربية. اليوم الشركات الروسية، وضيفنا ذكر بأنه يمكن تأخرت روسيا في الدخول إلى أفريقيا وبناء الشراكات، هل يتم النظر إليها بعين الارتياب نوعاً ما، أم هناك ما يقال عنه بأنها قوة ناعمة لروسيا تريد أن تلعب بأوراق واضحة في أفريقيا؟ كيف تنظرون إلى هذا الدور الروسي اليوم؟ أعتقد أن الاستثمارات الروسية في أفريقيا كانت مهمة مؤخرا، وليس الأمر متعلقا بما إذا كانت روسيا أفضل من الدول الغربية التي استثمرت في أفريقيا. علينا أن نقر بأن معظم الاستثمارات التي تأتي إلى أفريقيا تأتي من أوروبا وكذلك آسيا، لكن روسيا ضاعفت استثماراتها في العقد الماضي في أفريقيا. كان هناك 5 مليارات دولار استثمار، وصار العدد 20 مليار دولار من الاستثمار. والذي نستفيده ونتعلمه هو أن هناك الآن نقلا للتكنولوجيا في مجال البتروكيماويات والأسمدة، وبالتالي يمكن لأفريقيا أن تستخدم غازها الطبيعي لتصنيع قطاعها الاقتصادي ولا تعتمد فقط على القمح والحبوب. لا ننسى أن روسيا كانت تصدر منتجات مختلفة، أما الآن فإن روسيا تصدر الحبوب بكثافة إلى أفريقيا، ولذلك روسيا صار لها دور كبير تلعبه في أفريقيا، لكن الاستثمار يجب أن يلبي كذلك حاجات أفريقيا. وأفريقيا لا نريد الاختيار بين روسيا والغرب، كما قال مانديلا، عدوك ليس بالضرورة عدوي، ولذلك علينا تبني مقاربة أفريقيا تقوم بوضع الصدارة لإفريقيا، لأن هناك العديد من المئات من الملايين دون كهرباء في إفريقيا، والعديد من النساء متضررات من هذا التدهور الاقتصادي، ولذلك يمكن تمكين هؤلاء النساء في إفريقيا للإسهام في الاقتصاد. وإذا كانت هناك آلية من أجل الاستفادة منها فدعونا نتبناها. روسيا لها دور كبير في هذا الصدد، لكن عليها كذلك أن تترجم أقوالها إلى أفعال أكثر. وكذلك نعرف أنه يجب أن نحرص على أن يحدث هذا التزاوج المفيد للطرفين. جميل. دكتور كارول، اليوم عم بيقول ضيفي أنجي بأن روسيا يجب أن تترجم الأفعال الأقوال إلى أفعال، وبالمقابل نحن عم نشوف المقاربة الغربية نوعا ما لأفريقيا، وبرأي الأفارقة مش برأينا نحن، قد تكون نوعا ما غير كافية غير عادلة. هل هذا الصراع اليوم الروسي الغربي في أفريقيا قد يساعد بالفعل على تحسين البنى التحتية وتطوير قطاع الطاقة برأيك، ولا الطريق طويل؟ لا، أنا ما بلاقي في صراع بين دول عظمى رح يفيد حيالله بلد تاني، خصوصا طرف ثالث، لأنه الصراع بيولد كمان مشاكل. شو معقول كيف يصير في تأثيره على الاستثمارات بين الطرفين؟ بس بدي أرجع كمان لنقطة كثير أساسية ضيوفك ذكروها، إنه ما في، أنا ما بحبس يكون في عندك بلد منصف أكثر من غيره من ناحية الاستثمار لبلد نحسه بأفريقيا. المفروض يصير إنه الحكومة تحط تشريعات تكون منصفة لها مين ما كان يكون المستثمر، وتكون هالقوانين اللي حاطتها والتشريعات والكونترايات اللي رح تعطيها تكون شفافة مع كل المستثمرين، لحتى ما يصير في أفضلية لمستثمر فوق غيره. فهو مش المستثمر رح ينصف الدولة أو يكون عنده معاملة أهم من غيرها، إنما الدولة هي بدها تحط تشريعات منصفة لها وللشعبها. جميل جدا، شكرا دكتور كارول. أنا أستبقيك وضيوفي الكرام، نأخذ الآن فاصل قصير، نتابع من بعده في عالم الطاقة. يورانيوم النيجر هل يقع في قبضة موسكو؟ اليورانيوم قد لا يحتل العناوين الرئيسية في أسواق الطاقة كالنفط والغاز، لكن التطورات الأخيرة في النيجر ومن قبلها الحرب الأوكرانية وضعت هذا العنصر تحت الضوء كساحة جديدة للصراع الروسي الغربي. روسيا تحتل المرتبة 6 عالميا بين أكبر موردي اليورانيوم، وذلك بنحو حوالي 5 تقريبا في المئة، لكن
اليورانيوم هو فقط المادة الخام للوقود النووي. قوة موسكو الحقيقية تكمن في امتلاكها لنحو 45% من قدرات التحويل والتخصيب. أوزباكستان وكازاخستان اللتان تتصدران الإنتاج العالمي لليورانيوم بنسبة تقدر بحوالي 50% تقريبا، تعتمدا وبشكل شبه كلي على موسكو لإيصال الإمدادات إلى الأسواق العالمية. النيجر هي السابع أكبر منتج لهذا الوقود في العالم الآن، وبعد الأحداث الأخيرة وإذا ما صحت الأحاديث حول إمكانية سقوط الدولة الإفريقية في المدار الروسي، فأن هذا سيضع ما يصل إلى 60% من إمدادات اليورانيوم العالمية تحت سيطرة موسكو بشكل أو بآخر. المأزق الأكبر ربما يكون في أوروبا. النيجر تشكل ما يصل إلى 25% من واردات القارة العجوز من اليورانيوم. هذا اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة عبر المفاعلات النووية، ولو أضفنا روسيا وكازاخستان وأوزباكستان فستصل النسبة إلى أكثر من 70%. واشنطن لن تكون بعيدة عن هذا الصراع أطلاقا. حوالي ثلث اليورانيوم المخصب والمستخدم في مرافق توليد الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية جاء من روسيا، والشركات الأمريكية أنفقت أكثر من مليار دولار عليه العام الماضي. ضعف استراتيجي، هكذا وصف مسؤولون أمريكيون الاعتماد الغربي على الطاقة النووية الروسية. لكن الخروج من القبضة الخانقة لموسكو في هذا المجال قد لا يكون بالأمر السهل على الإطلاق. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من جديد، وأبدأ بالسؤال الأول للسيدة كارول، الدكتورة كارول نخلي. دكتور كارول، اليوم برأيك، يعني أنت بتعرف بأنه هذا ما يحدث اليوم في النيجر فتح نقاش واسع حول اليورانيوم وسيطرة الشركات الفرنسية، والبعض يقول بأنه الظلام في أفريقيا سينتقل إلى فرنسا بسبب انقطاع هذه الواردات. هل بالفعل ما يحدث اليوم يهدد قطاع الطاقة في فرنسا؟ ممكن لبنى، لأنه بالنهاية أمن الطاقة هو أن يكون في عنا توفر للإمدادات للطاقة بشكل سليم. بنفس الوقت بقول نيجر ولا بحياتها يعني كان عندها كتير مشاكل سياسية، وبعتقد كانت فرنسا بس حتى كل أمالها أو الاتحاد الأوروبي على نيجر، أو شافوها بلد ستيبو من الناحية السياسية. وبنفس الوقت أخذين احتياطات، لما طلع الاتحاد الأوروبي قال أنه عندهم احتياطي ومخزون بيجرب يحميهم عن فترة 3 سنين في حال انقطعت إمدادات اليورانيوم. هذا ما بيعني أنه ما في مخاطرة، ولكن ما في عنا خطر بيهدد الاستقرار أو إمدادات الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي ولا سيما في فرنسا. أنتقل إلى ضيفي أنجي من جديد. أنت كنت تتحدث في الجزء الأول من البرنامج عن أهمية أن يكون هناك الاستثمار المناسب الذي يناسب أفريقيا بالتحديد. اليوم اليورانيوم يقال بأنه فتح ساحة صراع جديدة بين مجموعة من الفرقاء على أرض النيجر. أعطيني رأيك بما يحدث اليوم ودور اليورانيوم اليوم، إذا بتشوفه كربما ورقة تستطيع أفريقيا استخدامها ضد الغرب لأخذ بعض المكاسب ربما المستحقة، يعني أنا مش عم بقول لا، مستحقة قد تكون.
أعتقد أن الوضع في النيجر يجب أن ننتقل من صورة الرجل القوي إلى المؤسسة القوية، لأن هذا هو الذي يسود في أفريقيا. فيما يتعلق باليورانيوم، من المحزن أن هناك ثلث المصابيح الكهربائية في فرنسا تضاء بفضل النيجر، في حين أن الأفارقة يعانون بسبب غياب الكهرباء، ولذلك يجب أن نعدل هذا الوضع. أعتقد أن الثروات الطبيعية يجب أن تنعكس على رفاه الناس وإخراجهم من الفقر، وكذلك رفع الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة. لكن علينا أن نبدأ بقطاع الأمن الطاقي. هذا يعني أنه يجب أن نطرح سؤالا كبيرا، لماذا ليس هناك محطات نووية لتقديم طاقة نظيفة للأشخاص الذين ليس لهم كهرباء في إفريقيا، في حين أن اليورانيوم يذهب إلى الدول الغربية؟ هذه الأسئلة يجب أن تطرح، لأنه عندما نتحدث عن اللجوء إلى الطاقة النظيفة والخالية من الكربون، يجب أن نبدأ بهذه الأشكال من الطاقة. كذلك لابد أن نقول إن إفريقيا لها قصة يمكن أن يستفاد منها، وكيف يمكن أن نفاوض مع الآخرين بما يخدم مصلحتنا، ونضع إفريقيا في المقدمة فيما يخص سياسة الطاقة وفيما يخدم الشعوب الإفريقية. أعتقد أنه يجب أن ننتقل إلى معادلة أخرى، أن يكون هناك عدم انحياز في مجال الطاقة، ولا نختار اضطرارا بين هذا الطرف أو ذاك. يجب أن نتحيز إلى الشعب الإفريقي، ولا نختار بين روسيا أو الدول الغربية. هذا لن يفيدنا في إفريقيا، وخصوصا في هذا النزاع الطاقي. جميل. سيد أليكسي، ضيفي يقول يجب أن لا يكون هناك انحياز لطرف معين، وعلى أفريقيا أن تختار ما هو مناسب لها. نحن بنعرف بأن روسيا لديها اليد العليا في قطاع الطاقة النووية، وأغلب مدن دول العالم تعتمد عليها. فتح الباب على اليورانيوم في النيجر سيزيد روسيا قوة، إذا ما كان يعني إذا ما صحت بعض التكهنات بأنه النيجر سوف تنضم إلى ما يسمى بالمدار الروسي. ما هي أهداف روسيا في النيجر؟ وبرأيك شو ممكن يكون الدور الذي قد تلعبه موسكو هنا؟ حسناً، يمكنني القول إنني أتفق تماماً مع ضيفي السابق، وبالنسبة لوضع النيجر إلى الآن لا يظهر أن هناك انخراطاً روسياً في النيجر، لكن يبدو أن المستعمرة الإمبريالي القديمة فرنسا لم يكن منصفاً ولا جيداً مع مستعمراته السابقة كالنيجر، والنيجر ليست الدولة الأولى التي يحدث فيها هذا الانقلاب على المصالح الفرنسية، وهذا بطبيعة الحال يظهر لنا جليا أن فرنسا لا يجب فقط أن تكتفي باستغلال الأراضي التي كانت تحتلها بما يفيدها فقط، بل عليها أن تستثمر بما يخدم رفاه هذه الشعوب وتحسين مستوى عيشهم، وخصوصا في مجالات أساسية كالطاقة والكهرباء. وبالنسبة لروسيا، كان دورها دائما أن تدعم الدستور وألا تؤيد الانقلابات التي تحدث في العالم. وبعد ما حدث في النيجر، وزير الخارجية سيرغي لافروف قرر أن يدلي بتصريح أفاد فيه بأنه يجب التفاوض لإعادة الوضع الدستوري في النيجر، ولذلك هذا لا ينطبق فقط على النيجر وإنما على أي دول أخرى حتى أوكرانيا. وبالتالي هذا موقفنا، ألا يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
بالنسبة لليورانيوم والطاقة النووية أنت محقة، وضعنا هو قوي بالمقارنة مع باقي الأطراف والفاعلين. روسيا هي من أكثر الفاعلين النوويين في العالم، وهي الآن تبني وتشيد العديد من المحطات النووية في الصين وكذلك إيران وتركيا، ولذلك عبر هذا التعاون فهي تقوم بالحفاظ بدورها. هذه المحطات النووية ستساعد في توفير الكهرباء ونقل التكنولوجيا وكذلك إعادة تدوير العديد من المنتجات، وهذه وضعية رابح بالنسبة لروسيا. والأمر الآخر هو أن هذا الاستثمار ليس دائما رخيصا، لكنه يقدم تنمية مستدامة وكهرباء نظيفا إلى المستهلكين. نعم، أنا سأكتفي بهذا القدر. الموضوع بالفعل شائك ويحتاج حلقات وليس حلقة واحدة. أنا أشكر ضيوفي من فرانكفورت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستال إنرجي الدكتورة كارول نخلي، ومن جوهانسبرغ الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقية إنجي آيوك، ومن موسكو نائب رئيس الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة أليكسي غريفاتش. شكرا جزيلا لكم. نهاية حلقة هذا الأسبوع من عالم الطاقة. أشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله. اللقاء يتجدد يوم الثلاثاء المقبل. إلى اللقاء.